يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادي تقديم دعوات لعقد اللقاء المرتقب الذي دعا إليه القوائم الفائزة في الانتخابات، ومن بينها تحالف سائرون والفتح. المتحدث باسم تحالف النصر حسين العادلي قال إن الدعوات التي ستوجه باسم لجنة تحضيرية مكونة من عدة أطراف سياسية، ويهدف بشكل رئيسي إلى وضع أسس العملية السياسية المقبلة والاتفاق على آليات إدارتها والطعون في الانتخابات، مضيفا أن اللقاء الذي اختير له اسم اللقاء الوطني قد يتطرق إلى تشكيل الحكومة والتحالفات في مراحل أخرى من اللقاء.